يقولون أن هناك كسوفاً للشمس غداً. كتاكون، ألديك فكرة عن كسوف الشمس؟ كسوف الشمس يحدث عندما يحاول كلب كوفي أن يلتهم الشمس. كتاكون، ليس هذا ما يحدث. كسوف الشمس يحدث عندما يأتي القمر بين الشمس والأرض، وعندها تحجب أشعة الشمس. مسكين كتاكون، أنت فعلاً بحاجة للقراءة أكثر. كتاكون، هناك العديد من المراجع المليئة بالمعلومات كالكتب والجرائد وشبكة الإنترنت. انظر، توماس يلقي النشرة الجوية، يقول بأن الجو سيكون بارداً جداً غداً. هل تعلم لماذا أصبح الطقس بارداً فجأة؟ مرحباً يا أصدقاء، الجو بارد اليوم. الطقس غريب جداً، أليس كذلك؟ يوم حار ويوم بارد. فعلاً معك حق. أنا أعرف، قرأت عنه البارحة. الطقس بارد بسبب التدفق المفاجئ للرياح الباردة. واو، يبدو الجميع متفاجئاً بكتاكون. أحسنت. عندما تكونون غير متأكدين من شيء ما، فقط احرصوا على القراءة عنها كما فعل كتاكون بالضبط. انظر، توماس يلقي الأخبار على التلفاز، يخبر المشاهدين بالتواصل معه لمشاركته بأي أخبار عاجلة يريدون نشرها. هذا رائع. ألديك بعض الأخبار كتاكون؟ لدي أخبار أريد أن أنشرها. سأتصل. اتصل كتاكون بتوماس، فأجاب توماس: الأخبار السريعة، ما هو خبرك؟ وردتي أزهرت وتبدو جميلة جدا. فأجاب توماس: أنا آسف، هذه ليست أخبارا. كتاكون يتصل مجددا فيخبر توماس بأنه أصبح كسولا بعض الشيء. هذه ليست أخباراً كتاكون. كتاكون، أما زلت تتصل بالأخبار السريعة؟ كم أنت سخيف. توماس يبحث عن أخبار مثيرة ومهمة. أخبر كتاكون بيني ولوي بأنه يريد أن يظهر في الأخبار أيضاً. ما السريع في الموضوع كتاكون؟ أوه، أخيراً، بسرعة لنشاهد. هذا حدث مهم. هناك غطاء صنبور مفقود في الشارع. على الجميع توخي الحذر والانتباه من المكان. انظروا، ها هو كتاكون، انتبه من غطاء الصنبور. كان هذا ممتعاً، أليس كذلك أصدقائي؟ أجل. الأخبار المهمة تشمل معلومات العالم والمجتمع الذي نعيش فيه. ابحثوا واستكشفوا. انظروا، إنه الافتتاح الأكبر لمطعم ويلي وتوماس، فكانا يناديان: تعالوا جميعاً وجربوا البرجر اللذيذ. برجر لذيذ، برجر لذيذ. بعد 3 ساعات. مرحباً أصدقاء، أين الزبائن؟ لماذا المطعم هادئ؟ لا يمكن أن يسير هذا الموضوع هكذا. تايكو يخبر الجميع بأن مطعم ويلي وتوماس يوزع الوجبات المجانية للزبائن المبكرين. واو، هذا يبدو رائعاً، من الأفضل أن تسرع. مرحباً بني، أسمعت عن الوجبات المجانية أيضاً؟ أهلاً تايكو، أستذهب لمطعم البرجر؟ سمعت أنهم يوزعون الوجبات مجاناً. هيا علينا أن نسرع. بني، أنت دائماً تفكر بالطعام. انتظر تايكو. مرحباً كتاكون، يبدو أنك الأول هنا. أهلاً تايكو. أهلاً بني، أأتيتم من أجل الوجبات المجانية؟ هل سمعتم عنها في المذياع؟ أنا أيضاً سمعت عنها. ها قد أتينا جميعنا مبكرين من أجل الوجبات المجانية. جئنا مبكرين. لا أستطيع الانتظار، أين الطعام؟ هناك.
واو، من المؤكد هناك الكثير من الطعام. المذياع وسيلة جيدة لإخبار الجميع عن خبر ما. أخبار قديمة. صباح الخير كتكن، انظر إنها جريدة. من الممكن وجود أخبار مثيرة اليوم، لنلقي نظرة. هناك سقوط نيازك الليلة، النجوم المنطلقة المدهشة، يبدو هذا مثيرا للاهتمام، عليك إخبار الجميع. أهلا بني، هل تقرأ الجريدة؟ كتاكون يتصل. أسمعت بالأخبار التي تتحدث عن النيازك المتساقطة؟ لماذا لا تأتي الليلة لنشاهدها معا؟ هذا مضحك، جريدة بيني لا تحتوي على خبر النيازك المتساقطة. وفي ذلك المساء، أهلا أصدقاء، هل ينتظر الجميع مشاهدة النجوم المنطلقة؟ أما زلتم تنتظرون؟ يا له من انتظار طويل، لماذا لا تتأكد من فقرة الأخبار مجدداً لوي؟ كتكون انهض، هذه أخبار البارحة. أو لا كتكون، قرأت أخباراً قديمة، النجوم المنطلقة سقطت البارحة وليس اليوم. عليك الانتباه جيداً كتكون في المرة القادمة، تابع بحرص الأخبار الجديدة، وتذكروا يا صغار أن أخبار البارحة قديمة. يخبر توماس الجميع بأن هناك عاصفة ستقصف المنطقة الليلة، كونوا جاهزين كي لا تشعروا بالبرد القارس. أوه كتكون، تبدو جدياً، من الأفضل أن تذهب وتحذر الجميع. أصدقائي، أسمعتم بالخبر؟ هناك عاصفة قادمة الليلة، يجب أن نكون جاهزين لها. أو لا، لا تبدو خطيرة، ماذا عليهم أن يفعلوا؟ أظن أن علينا أن نكون سوياً، سنكون هكذا بأمان، وإذا ارتدينا الملابس الدافئة سنكون بأمان أكثر، أليست فكرة جيدة؟ مرحبا لوي، يبدو بأنك تحمي نفسك ببدلة البيسبول. أو تايكو، أترتدي ذراعاً واقياً؟ أتعتقد بأن هذا آمن؟ أو انظر، كتكون ووفي قادمان، ما هذا الذي ترتديانه؟ هذا مخيف، يا إلهي، لا يستطيعان الوقوف. أيمكنكم إيجاد شيء ما؟ أيبدو الجو عاصفاً؟ أهلاً بني، لماذا لا ترتدي ملابس دافئة؟ ولكن لماذا؟ لا يوجد برد الليلة، ألم تسمع عن العاصفة؟ أي عاصفة؟ هذه كذبة نيسان، لقد انخدعتم جميعاً. أو لا، لقد انخدعوا جميعاً. أيها الصغار، تأكدوا دائماً من صحة الخبر قبل أن تقوموا بأي شيء. مرحباً كتكون، هل تتكلم مع تايكو على الهاتف؟ ينصح تايكو كتكون بالأشياء اللازمة للتخييم. أولاً سيحتاج إلى خيمة. خيمة؟ لدي واحدة. وفي، هلا أحضرت خيمتي لو سمحت؟ وعليه أيضاً إحضار الكثير من الطعام، الماء والضوء، وسيكون الكثير من المشي هناك. الكثير من المشي؟ لا يبدو هذا ممتعاً. أهلاً ووفي، لقد وجدت خيمتك تكون، تبدو ثقيلة أليس كذلك؟ كيف ستحضرها لكتكون؟ ماذا؟ سوف تلتهمونها؟ كيف ستقوم بذلك يا ووفي؟ يا لك من متهور، سوف تدمرها، عليك أن تسحبها فقط يا ووفي،
هيا يمكنك القيام بذلك. احتار كتاكون، هل سيذهب إلى التخييم أم لا؟ يبدو أن هناك الكثير من الأعمال للقيام بها. انظر، أتوفي. واو، إنه يعمل فعلاً بجد حتى يحضر الخيمة لك يا كتاكون. إذاً وفي لم يكن خائفاً من العمل المتعب، وأنت كذلك. إذاً هناك تخييم غداً. رائع، لا تجعلوا العمل المتعب يقف عقبة في طريقكم للاستمتاع. اعملوا جيداً مثل وفي. يقول كتاكون للوي بأنه ذاهب للتخييم غداً. هذا محمس، لا يمكنه الانتظار. تبدو متعباً كتاكون، عليك الذهاب مبكراً للنوم. هيا كتاكون، حان وقت النوم. لحظة، لماذا تستيقظ الآن؟ ليس الآن، إنها المرة الخامسة التي تتفقد فيها الحقيبة. جميع الأشياء هنا، سنذهب للتخييم غدا، ألست متحمساً؟ هيا كتاكون، حان وقت النوم. مسكين، يبدو متعباً. تصبح على خير كتاكون. ماذا الآن؟ أتظن أننا أحضرنا ما يكفينا من الطعام يا وفي، أنت تأكل كثيراً. يا إلهي، ألن تذهب للنوم؟ وصلت الحافلة، لكن أين كتاكون ووفي؟ أوه، ها قد جاء. أين كنتما؟ انتظرونا. انتبه انتبه، هذا مؤلم. مسكين كتاكون، فاتتك الحافلة. إذا أردت الالتحاق بالحافلة غدا، من الأفضل الذهاب للنوم باكرا ليلى. تذكروا يا صغار، الراحة الكافية في الليل تمكنكم من التألق في اليوم التالي، كما فعل مومو بالضبط. يقول كتاكون لوفي عليهما النوم مبكرا حتى لا يتأخر عن الحافلة غدا، ولكنها السابعة صباحا، أليس الوقت مبكرا على النوم؟ الوقت ما زال مبكراً، حتى مومو يشعر بالنعاس. صغاري، ماذا تفعلون في الخامسة صباحاً؟ لن تأتي الحافلة إلا بعد 4 ساعات. وفي لا تنام. يا إلهي، وفي ينام بسرعة، ويبدو أنك تكون قارب على النوم. ابقى مستيقظاً، ابقى مستيقظاً. صباح الخير مومو. انظر، وصلت الحافلة. كتاكون، استيقظ، لقد وصلت الحافلة. كتاكون، وفي. يا إلهي، فاتتكم الحافلة مجددا. يبدو أنكما لن تذهبا للتخييم مجددا اليوم. وفي، لقد فاتتنا الحافلة مجددا، هل استيقظنا باكرا؟ نعم كتاكون، لا يجب عليكم الاستيقاظ باكراً قبل وصول الحافلة ب4 ساعات، فقط اذهبا للنوم في الوقت المعتاد ولن تكونا متأخرين. في اليوم التالي، ها قد وصلت الحافلة، وهذه المرة إنهما في الوقت المحدد. أخيراً ستذهبان للتخييم، استمتعا. تذكروا يا صغار، المجيء مبكراً كثيراً سيء تماماً كما المجيء متأخراً، فقط كونوا في الوقت المناسب. مرحباً كتاكون، هل نصبت الخيمة؟ يا إلهي، أين ستنام الليلة؟ ليس في الخارج أكيد. ما هذا الصوت؟ أوه، إنها معدتك. أنا جائع، ماذا عنك؟ انتظر، أنت دائماً جائع. لنلقي نظرة عما يوجد في حقيبتي.
لدي حبتان من المانجا وقطعتان من البيتزا وقطعة كعك. لنتشارك هذه. هذه لك. وهذه لك. أنت تأكل بسرعة. انتظر، تبقت قطعة من كعكة الشوكولا واثنتان لك. ماذا ستفعل كتكون؟ الصديق الوفي يتشارك دائما مع الآخرين. إذن النصف بالنصف. هاي وفي، لقد فككت الخيمة. رائع، كلب مطيع. الآن أصبح لكتكون خيمة رائعة للنوم. تصبح على خير. مشاركة ومساعدة الآخرين هو المعنى الحقيقي للصداقة. هل ساعدتم صديقا اليوم؟ أهلا كتكون، ماذا تكتب؟ مذكرة التخييم. ما هي المواضيع المحمسة التي ستكتب عنها؟ ماذا عن اليوم الذي ذهبت فيه لالتقاط الخوخ؟ يجب علي أن أكتبها كاملة. لقد انتهيت. بهذه الطريقة سأقدر الذكرى وأشاركها مع الأصدقاء. أيها الصغار، بإمكانكم الاحتفاظ بأعز اللحظات في حياتكم من خلال كتابتها في دفتر المذكرات كما فعل كتكون. أهلا كتكون، هل تستعد للذهاب للنوم؟ واو، إنك تضبط ساعتك على 6 صباحا. من الأفضل أن تذهب للنوم. تصبح على خير. صباح الخير مومو، أحان وقت الذهاب إلى العمل. كتكون استيقظ، ألم تسمع الساعة؟ لقد بدأ يومك. يا إلهي، ما زلت نائما؟ استيقظ استيقظ، لا تكن كسولا. ألديك حبل للقفز؟ اقفز على الحبل قليلا، يبدو هذا ممتعا. هيا كتكون، هيا. انظر، لقد استيقظ بافي وأصدقاؤه، إنهم يتمرنون أيضا. مع السلامة، تعالوا غدا للتمرن معي مجددا. هواء الصباح منعش جدا، يشبه رائحة العشب المقطع. بعد هذه التمارين الرائعة لنرتاح قليلا ونشرب الحليب. أهلا بافي، إنه يوم جميل، أليس كذلك؟ ابدأوا نهاركم بتمارين جيدة واحصلوا على الفطور حتى تتمكنوا من الحصول على نهار رائع. صباح الخير مومو، يا له من نهار جميل. مرحبا كتكون، ماذا ستفعل اليوم؟ أوه، إنك تشمس فراشك ووسادتك، فكرة رائعة، ستجعل الشمس رائحتهم منعشة. هل تفكر في الاستمتاع بحرارة الشمس أيضاً؟ ماذا؟ أتريد أن تصبح رائحتك منعشة ورائعة أيضاً؟ دودة قز سخيفة، إنها ليست الطريقة المناسبة. يسمى حمام الشمس، لماذا لا تحضر كرسي التشميس لتتمكن من الحصول على حمام الشمس؟ كتكون ماذا تفعل؟ انتبه، ليس بقوة. اضغط على الزر وسوف يفتح بسرعة. واو،
من المؤكد بأنك مسترخي. أليس حمام الشمس رائعاً؟ هذا مضحك. من الممتع الحصول على حمام الشمس عندما يكون الجو مشمساً. عليكم تجربتها يوماً ما.